شاهد المفاجأة الكبيرة والصاعقة والتي ستهز كل المغاربة. شاهد ماذا قالت الممثلة نفيسة بن شهيدة بعد ظهورها بلباس البحر الفاضح من داخل مسبح بالبيكيني. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. على خطى غالبية الفنانات أشارت الممثلة المغربية نفيسة بن شهيدة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها الأخير بفيديو من داخل مسبح بالبيكيني خلال أحدث منشور لها بحسابها الرسمي الانستغرام. ووثق مقطع فيديو ظهور نفيسة بن شهيدة رغم كبر سنها من داخل مسبح بلباس البحر مكون من قطعتين فقط. في فيديو أغضب العديد من متابعيها الذين عاتبوا عليها الظهور بالمايو الذي كشف عن صدرها وكافة جسدها. وهاجم عدد كبير من متابعي نفيسة بن شهيدة عبر التعليق، أكثرها كانت ناقدة للممثلة حيث علق أحدهم: أنا بعدا كيبان لي الفيديو ما خاصوش تحط في مرة، خليك محترم راسك أو الناس محترمينك أحسن. وجاء في تعليق آخر: حرية ديالك ألا لنفيسة بن شهيدة، لكن كتخلي المخرجين يزعموا عليك ويحرشوا بيك، جاتها مسكينة المراهقة المتأخرة. وبعد الضجة التي لحقتها نفيسة بن شهيدة ترد على منتقديها بفيديو مقتطف من مرورها مع الإعلامي مراد العشابي ببرنامج كاريزما، حيث صرحت أن المايو هو لباس عادي مثل أي لباس آخر يستر الجسم، متسائلة لماذا لا يلام الرجال أثناء ارتدائهم لباس سباحة في حين تلام النساء فقط. وأضافت الممثلة المغربية بأن والدتها في عقد السبعينيات كانت ترتدي نفس الملابس، معلقة بأن ما يمر به المجتمع المغربي حاليا هو رجوع للوراء وليس للتقدم.